الثوار قالوا إن معمر القذافي استجلب آلاف الأفارقة بهدف تقوية صفوف قبيلته بعد أن وهبهم الجنسية الليبية وتمتعوا بحقوق ظل المواطنون الليبيون محرومين منها طيلة 42 عاما. يبدو أن ساعة الحسم التي يتحدث عنها الثوار باتت أقرب من أي وقت مضى هنا في مدينة سرت. الثوار كذلك يتحدثون عن وجود لبقايا كتائب القذافي في حي واحد فقط ومساحة قد لا تزيد عن 3 كيلومترات. عشرات الأسر استطاعت الخروج من سرت بمساعدة الثوار، ويتحدثون عن أوضاع إنسانية بالغة التعقيد بالمدينة، ويؤكدون في الوقت نفسه أن أعدادا كبيرة من الأسر لا تزال كتائب القذافي تمنعهم من الخروج. دمرونا بلادنا، الكلاب محاصر، خلونا محاصرين يا رجل، مش شهر رمضان لا طيب، والله في عازة قسم بالله، الله والله متخذين، الله بالي طلناهم، بلاد تدمرت يعني، والله ممكن في عائلات قدامنا كانوا فلسطينيين وسودين. الثوار توجونا طلعونا، وضعنا في سرت سيء جدا 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 جدا، بلاد مدمرة ومنتهية، لا كان لا شراب والله غالب. لكن المدينة التي كانت شاهدة على أشرس المعارك بين الثوار وكتائب القذافي لا تزال تترقب محطة الحسم النهائي للمعركة. أسامة سيد أحمد، الجزيرة، من وسط مدينة سرت. وقد وصل مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي إلى مدينة سرت وحث الثوار على الالتزام بتعاليم الإسلام في القتال. وأضاف عبد الجليل في لقاء مع الجزيرة من وسط سرت أن زيارته المفاجئة للمدينة جاءت لتحفيز الثوار وطمأنة الأهالي. أنا جئت إلى هذا المكان لأحيي أخوتي وأبنائي المقاتلين في جبهة القتال سرت، وبإذن الله تعالى سيكون لقاءنا الآخر في بني وليد. أنا جئت إلى هذا المكان ليشجع ولا يحيي ولا أشد من أزر هؤلاء المقاتلين، وليطمئن إخوتنا وأهلنا في مدينة سرت بأن هؤلاء المقاتلين ما حضروا إليهم في هذه الأيام إلا لتخليصهم من هذا الحصار المفروض عليهم منذ زمن، ولإمكانية مد يد العون لهم، ولإمكانية إمدادهم بالأشياء الضرورية وبالسلع الهامة. وأيضا جئت لأرسخ في عقليات الثوار، وهو أمر واضح وجلي أنه يجب الالتزام بتعاليم الإسلام في القتال. نحن جينا إلى هنا وليحفز المقاتلين على عدم انتهاك الحرمات. كما قال عبد الجليل إن خيار الصلح مع بقايا فلول الكتائب يبقى مطروحا حتى آخر لحظة في مدينة سرت إنهم استسلموا. خيار الصلح مفتوح إلى آخر لحظة، نحن نفتح أيدينا ونفتح صدورنا ونفتح عقولنا لكل من يحاول أن يسلم نفسه، لكل من يلتزم بيته ويسلم أسلحته، وخاصة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. نحن لا يهمنا هنا سوى تحرير هذا البلد الذي هو محاصر من أكثر من 6 أشهر. وفي ليبيا أيضا تتواصل موجات النازحين من مدينة بني وليد في اتجاه المدن جنوب طرابلس، وقد أكمل الثوار استعداداتهم لشن هجوم يصفونه بالكاسح على مدينة بني وليد، بينما تتواصل غارات طائرات الناتو على المواقع المتقدمة لكتائب القذافي. تقرير مراسلنا حسن الراشدي من الجبهة الجنوبية لبني وليد. لا تزال قوافل سيارات النازحين من مدينة بني وليد تتوافد على هذه النقطة في الشميخ، وهي أول نقطة بالقرب من الجبهة الجنوبية. النازحون الذين ظهرت عليهم علامات العياء هم من سكان بني وليد التي تعيش تحت حصار شديد يستمر منذ عدة شهور. بعض هؤلاء تحدثوا عن ظروف إنسانية قاسية يعيشها سكان المدينة، حملوا حقائبهم وما خف وزنه من ممتلكاتهم، ثم تحينوا الفرصة وغادروا في اتجاه بلدة نسمة التي تبعد عن جبهة شميخ بحوالي 40 كيلومترا شمالا. على الميدان تقدمت كتائب القذافي كيلومترات جنوبي مطار بني وليد، واستعادت جل المواقع التي كان الثوار الليبيون سيطروا عليها قبل انسحابهم التكتيكي منها خلال 48 ساعة الماضية. أما الثوار من جانبهم فقد انتهوا من ترصيص صفوفهم
لشن هجوم جديد يصفونه بالنهائي والشامل. المرة الماضية دخلنا حتى بني وليد حتى وصلنا المطار وتم احتلاله، ولكن لبعض الظروف انسحبنا منه، والآن الحمد لله في هالات ثقيلة داخلة معنا، وإن شاء الله عملية سقوط بني وليد ما هي إلا مسألة وقت، في أقرب وقت إن شاء الله حيتم السيطرة على بني وليد بالكامل إن شاء الله. الثوار يؤكدون أن سلاح معركتهم سيكون ثقيلا متمثلا في دبابات وراجمات وكل أشكال الصواريخ التي بحوزتهم. حسن الراشدي، الجزيرة، شميخ. وينضم إلينا من سرت القائد الميداني للثوار إبراهيم جدران. سيد جدران، ما هي آخر تطورات عملياتكم في سرت، هذه العمليات التي قلتم أنها دخلت المرحلة الأخيرة؟ آخر التطورات هو وجود الثوار حاليا على مداخل حي الدولار في مدينة سرت، المعقل الأخير لفلول القذافي، والذي قد سبقت لدينا معلومات من بعض الأسرى من الرتب العالية بوجود المعتصم ابن القذافي في داخل الحي. طيب إذا أنتم تحاصرون هذا الحي، ما الذي يجري حاليا؟ هل تدور اشتباكات أم الأمور هادئة؟ دارت اليوم اشتباكات إلى المغرب، اشتباكات عنيفة وقوية، وكان الثوار الليبيين يحكمون السيطرة على الحي من جميع النواحي. لا يزال يمكن يستغرق تمشيط الحي ونهاية آخر الفلول فيه، مسألة تستغرق يمكن يومين ثانية إن شاء الله. إذن أنتم تؤكدون بأن الكتائب يتواجدون فقط في ذلك الحي ولا يوجدون في مناطق أخرى في سرت؟ لا، هذا طبعا آخر معقل لهم، وقد تم تمشيط المدينة بالكامل من ناحية الأحياء الثانية، وتم سيطرة حتى على مديرية أمن سرت اليوم على وقت العصر تحديدا. وماذا عن المدنيين؟ هل هناك تواجد للمدنيين داخل هذا الحي المحاصر؟ عدد قليل من الأسر، ويقوم الثوار بمساعدتهم وإخراجهم إلى مدن آمنة وتوفير الإغاثة لهم والوقود لتأمين وصولهم إلى المناطق الآمنة. متى تتوقعون الحسم سيد إبراهيم؟ يومين بإذن الله، يومين كما سبق. طيب سيد عبد الجليل قام بزيارة اليوم إلى مدينة سرت، ما الذي أضافت هذه الزيارة له بالنسبة لكم أنتم كثوار في سرت؟ لا شك أنها تعطي علامة للبصمة الأخيرة لنهاية المعركة في سرت، وأعطت دفعة قوية لكافة الثوار كقادة وكمقاتلين. عبد الجليل تحدث كذلك عن الصلح بأنه ما زال قائم إلى آخر لحظة مع الكتائب، هل هذا كذلك بالنسبة لكم مقبول؟ هذا صحيح، لا يشك أن كلام السيد المستشار يعتبر أوامر لكل الثوار سواء مدنيين أو عسكريين، فأي طروحات من قبل السيد المستشار تعتبر أوامر لا علينا إلا تنفيذها من ناحيتنا. شكرا جزيلا لك القائد الميداني من سرت إبراهيم جدران. شكرا شكرا. أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق